أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم وحلقة مميزة من مطبخ منال العالم. هنعمل اليوم طبق جانبي ويمكن في بعض الأوقات نقدر نعتبره طبق رئيسي، طبق من العدس المجروش اللي هو هنعمل طبق من العدس المجروش. نشوف مع بعض المكونات. المجمدة 2 كوب عدس أصفر، 2 كوب أرز قصير الحبة، 4 حبة كبيرة بصل مفروم خشن، 1 كوب زيت زيتون، 2 ملعقة كبيرة ملح، 2 ملعقة صغيرة كمون ناعم، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، 1 ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة، 2 ملعقة كبيرة سماء. أعزائي المكونات عندي كتير بسيطة وأساسي، فيها العدس المجروش، بنسميه ساعات عدس برتقالي أو عدس، في ناس بسموه عدس أصفر اللي بيبقى عندي بالشكل هذا. وحنحتاج الأرز المصري اللي هو بنسميه أرز قصير الحبة، هم هدول الصنفين المكون الرئيسي لهذه الوصفة، وكمية من البصل وكمية من زيت الزيتون. نشوف أعزائي المشاهدين خطوتنا الأولى، هاخد البصل وهاخد كمية من زيت الزيتون. هاي الوصفة كتير طيبة وزي ما بنقول بتلاقوها في معظم البلاد، يعني ممكن تلاقوها في المطبخ الهندي، تلاقوها في المطبخ الفلسطيني، السوري، اللبناني، كتير يعني، لأنه العدس دائما مطلوب في معظم البلاد. يعني ببتدي أضيف البصل، وملاحظة كتير مهمة أنه البصل أنا فرماه خشن بهذا الشكل. حقلب البصل بالزيت لغاية ما يصير عندي لونه ذهبي، ونشوف أعزائي المشاهدين خطوتنا التالية. أعزائي المشاهدين، بعد مرور حوالي 10 دقائق بلاحظ، بياخد وقت اعملوا حسابكم، بلاحظ انه البصل خلص اصبح باللون البني الغامق. كل ما كان غامق كل ما كان اساسي للطعم. هلا انا حامل خطوة كتير مهمة، هاخد شوي من البصل أعتقد هالكمية معقولة، هذه حستعملها للتزيين، حخليها على جنب. ولبقية البصل حضيف الرز، وحضيف العدس، أقلبهم مع بعض لغاية بس ما الرز والعدس هيك ياخذوا نكهة البصل ويتحمصوا شوي مع الزيت. خلينا نعلي النار شوي، وابتدي أعزائي المشاهدين إضافة البهارات اللي أنا حابة أستعملها. هون بصراحة البهارات شوي محدودة وما في مجال نغيرها، اللي هي الكزبرة وعندي الكمون من الأساسيات لهذه الوصفة. هاخد كمون، نحاول نحط كمية هيك من الكمون، بيبقى طعمه كتير طيب مع العدس. وعندي الكزبرة الناعمة برضو بهالطريقة. حضيف الملح وفيني أدوق بعد، بس مش هلا، تنطبخ شوي بقدر ادوق اذا حسيت اني انا محتاجه اضيف مزيد من الملح. بقلب العدس والرز برضو زي ما قلنا ليتحمصوا ويدبلوا هيك، يتهبلوا مع البصل والبهارات. هاي الخطوة ضرورية، في ناس ما بيعملوها ولكن أعتقد إنها مهمة للحصول على طعم قوي جدا. تقليب البصل مع العدس والرز،
نبتدي أعزائي المشاهدين الخطوة التالية اللي هي إضافة كمية من المي. نحتاج نضيف كمان مي. وخلينا نقول ملاحظة كتير مهمة، هلأ مقدار المي ما في أنا 100% أقدر أحدده، هخلي المجمدة على نار متوسطة، هغطي وأشوف بعد مثلا حوالي ربع ساعة ابتدت تتماسك معي، الرز تشرب المي والعدس ابتدى يستوي معي، بحتاج مي زيادة بقدر أزود على حسب الرغبة لغاية ما طبعا ضلها تغلي على نار متوسطة لهادية لغاية ما تتسبك، ونشوف أعزائي المشاهدين كيف حيكون شكلها. أعزائي المشاهدين المجمدة خلص أصبحت عندي جاهزة، لاحظوا كيف تماسكت عندي وتشربت طبعا كل الرز والعدس، هلأ استوى وتشرب أكثر المي الموجودة، هي بتبقى كتير تقيلة بهذا القوام. جاهزة نغرفها. بسم الله. ما شاء الله الريحة بتشهي. هلأ في عنا طريقة التزيين والتقديم، هذه كتير مهمة طبعا، مهم إنها تفتح نفسكم على الأكل. ففي عنا بتتذكروا قلنا شلنا شوية بصل على جنب من البصل المقلي، عندي البصل المقلي وعندي بصل فرماه برضو خشن، هحط له شوية سمق. هقلب البصل مع السماق ليأخذ طعم، يعني أكلة رائعة جدا وإلها هيك ذكريات كتير حلوة. نبتدي نوزع كمية من البصل حسب بقى، في ناس بيعملوها بتصاميم مختلفة، في ناس بيخلوها بكميات هيك حسب ما أنتوا بتحبوا. شوي برضه بالنص يبقى وزعنا بصل بالسماق. وبرضه هلا حوزع بقيه البصل المقلي، ريحه البصل بتشهي كميه من البصل بهالطريقه. أعتقد هيك معقول. أعزائي المشاهدين المجمدة أصبحت عندي جاهزة، أرجو أنه تكونوا حبيتوها وتحبوا تجربوها. الوصفة بتلاقوها موجودة على موقع منال أونلاين.